بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة معانا فيديو التكملة، الجزء الثاني من الفيديو اللي اتكلمنا فيه الفيديو السابق عن موقع بتاع التعدين للعملات الرقمية. والنهاردة جايين نقوم بعملية إيداع في الموقع، وإزاي نعرفه إزاي تعمله إيداع في حسابك في الموقع. الطريقة طبعا سهلة جدا جدا جدا، بس قبل ما نبدأ بطلب منك لو انت مشترك في القناة اشترك معانا في القناة وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك وكومنت اذا كان عندك اي استفسار. بسهولة جدا هنيجي عند الموقع هنا عند كلمة الشراء، وهندوس ونختار اي نوع من انواع العملات الموجودة عندك هنا، يعني بحيث ان انت تختار على ان هتعمل تعدين على انهي منصة او على انهي عملة من العملات المشفرة اللي انت عايز تقوم بتعدين عليها. طبعا هنشوف هنا قبل ما نشتري بنشوف ايه، بنشوف العملات دي ونحاول نختار العملة. وانا برشح لك عملة البيتكوين لان هي اسعارها كل يوم بتزيد، وفي إقبال كبير على الشراء عملة البيتكوين. فهنيجي نعمل شراء من هنا، هنختار عملة البيتكوين. بعدين هنضغط على بي، بيبدأ أقل حاجة من $20. بتختار هنا المبلغ وسرعة السرعة بتاعت التعدين اللي انت بتحدد بيها المبلغ على حسب السرعة. تمام، يبدأ احنا بنبدأ من $20 لو انت عايز مثلا 20 او 15 زي ما انت عايز. بتقوم بعد كده تضغط على التالي، بيقول لك هنا إجمالي المبلغ $50. هنختار بعد كده، هنختار أي واحدة من وسائل الدفع دي. أنا برجح لكم يعني لو شوفنا هنا البيتكوين أو البيبال أو الدفع برصيد الحساب لو عندك رصيد حساب، أو الدفع عن طريق أي وسيلة من اللي شايفينها دول. يعني الوسائل دي كتيرة جدا 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 زي ما احنا شايفين، بيرفكت ماني ووب ماني وكاش ونبتلر وسكريل، والدفع من خلال الفيزا أو الماستر كارد. يعني ده بيدل على مصداقية الموقع اللي هو بيبقى فيه وسائل دفع كتيرة، بتعرف إن موقع مصداقيته عالية جدا جدا. والموقع ده من 2016، يعني بقاله أكتر من 7 سنين، فده بيدل على مصداقيته. وفعلا الموقع فعلا يعني مش بيحتاج منك اي شيء غير ان انت توصل لحد الادنى من السحب، وبعد كده تسحب المبلغ بتاعك بكل سهولة. هنختار مثلا باي بال. ليه؟ لان باي بال لو لا قدر الله في اي مشكلة بيرجع لك فلوسك. بتضغط على باي بال، تدوس على شروط الأحكام، وبعد كده ندوس على تأكيد. بيدخلنا على حسابنا على باي بال، طبعا هو بياخد وقت عشان يدخل حسابك في البيبال، عشان كده بنحاول يعني انا بطلب منكم ان تختاروا امن طريقة للايداع، لان بيبال زي ما احنا عارفين
بيقوم بإعادة الأموال بتاعتك لو أنت يعني حصل لا قدر الله أي عملية نصب أو احتيال، بيقوم برد أموالك أول ما تطلب منه. لا أنا الموضوع ده مثلا في أي مشكلة، بتطلب منه إن هو يقوم يرجع لك الفلوس بتاعتك بكل سهولة. هنا هنختار الحساب اللي احنا عليه هنقدر من خلاله نعمل عملية الإيداع، وليكن الحساب ده. طبعا أنا عملت إيداع قبل كده، فيعني أنا بشرح لكم بس الطريقة اللي انتوا من خلالها هتقدروا تقوموا بشحن حسابكم في الموقع بكل سهولة. عشان كده يعني النهاردة بس هوريكم الطريقة. إن شاء الله يكون كده الموقع بتاعنا للتعدين موقع يعني مصداقيته عالية، لأنه زي ما احنا شايفين بيقوم بعمل إيداع عن طريق الباي بال، ونقدر من خلال الموقع ده ناخد كمية. هو بيقوم بالتعدين بنفسه وبيرجع لك الفلوس كل شهر، انت بتطلب منه سواء كنت هتسحب الفلوس او هتعيد اعادة تشغيل بالارباح. يعني المبلغ بتاعك لو كان 10 دولار وجاب مثلا 3 دولار او 4 دولار، بتقول له لا حط لي ال3 دولار دول على ال10 يبقى 13، وقوم باعادة عملية الاستثمار وعملية التعدين تاني، يبقى عندك الشهر ده 13 دولار بتقوم بيحط لك، ويجي الشهر اللي بعده بيجيب لك 3 دولار تانيين عليهم، يبقى عندك 16 دولار، وكده لحد ما توصل للمبلغ الأدنى، الحد الأدنى للسحب وهو 50 دولار. بتقوم بتختار بقى إذا كنت هتسحب المبلغ أو هتقوم بإعادة استثمار تاني. زي ما احنا شايفين هنا بيقول لك سحب أو إعادة استثمار، أنا بقول له إعادة استثمار. بيقوم هو كده بيقوم بإعادة استثمار الرصيد المتاح عندي على الموقع أهو، بيقول لي تمام احنا كده هنعيد كل الفلوس بتاعتك دي للاستثمار مرة تانية. شايفين زي المكتوب هنا أحدث المدفوعات من 21 ساعة كانوا 45، اللي هو عملة البيتكوين بيديك تقريبا كل يوم 45 ساتوشي، تقدر تنزلهم في حسابك أو يقوم بتعدين من خلال إعادة تعدينهم. وإحنا زي ما شايفين أهو كل يوم 8 في 5 ساتوشي، وفي يوم 9 ويوم 10 ويوم 11 و12 و13 في 4 ساتوشي بتنزل لي في حسابي كل يوم. ده دليل على مصداقية الموقع ومصداقية عملية التعدين اللي بتتم كل يوم. فالحمد لله يعني الموقع شغال، ونقدر من خلاله نعرف رصيدنا قد ايه والمبلغ اللي تم تعدينه. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وان شاء الله لو في اي ارباح قمت بسعبها نعمل لكم حلقة جديدة عن الموقع تاني. ومتنسوش اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.